السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة الهوري اس. والنهاردة إن شاء الله معانا خلطة من الخلطات اللي أنا جربتها وبفضل الله جابت معايا نتيجة رهيبة جدا، اللي هي خلطة السكر، خلطة للسكر. السكر طبعا زي ما كلنا عارفين نوع أول ونوع تاني، أنا بتعامل مع الاتنين إن شاء الله، خلطتنا مع الاتنين. بس برجاء اللي يجرب الخلطة يتعامل بحذر شديد جدا 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 مع السكر، وخلي باله جدا ان الخلطه دي فعلا بتودي السكر، بتنزله تماما. فبالله عليكم اللي يجربها يتابع السكر اول يومين ثلاثه لحد ما يتاكد ان السكر فعلا بدا يتظبط، ويتابع مع دكتوره بقى يقلل العلاج، يخفض نسبة الأكل شوية لحد ما الدنيا تتعامل معاه. لكن إن شاء الله النهاية هتبقوا مبسوطين جدا جدا جدا. هوريكم دلوقتي شكل الخلطة، وإن شاء الله الفيديو الجاي هبدأ أوريكم الكميات إزاي والحاجة إزاي وهنبدأ نتعامل معاها إزاي. يا سمية هاتي الخلطة يا بنتي. الخلطة اهي يا جماعة، شكل الخلطة اهو بعد الطحن ده. بعد الطحن ان شاء الله بكرة الفيديو الجاي اسف هنحاول اقول لكم كل الخلطة كام نوع وبتتعمل ازاي وبنشتغل بيها ازاي. وان شاء الله تابعونا على القناة، هتلاقوا حاجات مفيدة جدا جدا جدا. قناة الهواري اس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.